الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018 وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. كمان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. وفقا للقانون سوف يمنح الخاضعين للقانون وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة 180 جنيه للدرجة المالية مدير عام فما فوقها. ومنح علاوة خاصة كمان للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% حد أدنى ليها 65 جنيه شهريا وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيه شهريا.